الذين آمنوا منكم رياء. إن الأهمية التاريخية للجامعة في بناء الحضارات والمجتمعات تقع الكثير من إنجازات وتشريفات. ثالث الإنشاء بجامعة طبازة والمرتبة الثانية كذلك وطنيا في ولاية سيلة. بمناسبة الذكرى السنوية لعيد الطالب المصادفة للذكرى 66 لخروج طلبة الجزائر وصعودهم إلى الجبال وتخليهم عن الدراسة تأييدا للمجاهدين، نظمت جامعة خازن الرباح بورقلا بالتنسيق مع المدرسة العليا للأساتذة بورقلا ومديرية الخدمات الجامعية بورقلا حفلا تكريميا لمختلف الفائزين والناجحين في مختلف المسابقات الوطنية والدولية من طلبة الجامعة وطلبة المدرسة العليا للأساتذة والطلبة المقيمين في مختلف الإقامات الجامعية بورقلا. هذه المناسبة اليوم لإحياء الذكرى 66 لعيد الطالب، يقول صحابي جليل عمر بن الخطاب: إن اليتيم ليس من توفي ولده، إنما اليتيم يتيم الأدب والعلم. لذلك نحن كطلبة نسعى دائما أن نكون على هذا الطريق الشريف، طريق طلب العلم، ونحمد الله سبحانه وتعالى على من رزقنا هذه النعمة، نعمة طلب العلم، والحمد لله. ونحن كنادي محروقات الذي تأسس سنة 2015 وتم إعطاء أجريمنت، كنا ولينا أجريمنت إس بي تشارتر. نسعى دائما لإغلاق الفجوة، الهدف تاعنا الرئيسي اللي هو إغلاق الفجوة بين الحياة المهنية والحياة الأكاديمية.